الله، السلام عليكم. تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا عندنا مجموعة من الأعمار راح نسويها، خليكم ويانا بالفيديو. هذا الرماد البقى من الحارق باعه، نحرق نار احنا. خشب عد هواية، هذا شنو فائدته؟ راح اخلي لي النباتات هنا. هي هاي مو اول مره انا اخليلهم، طبعا دائما اخليلهم هنا. هسه ناخذ هذا النموذج على باقي التربه كلها. طبعا بعد ما رشيناه بهاي الطريقه على سطح التربه، نجي نقلب. مجرد تقلب، ها شوف. طبعا احد الاخوه قال لي ليش ما تجيب كرك، هذا الزغير مال الزراعه. طبعا انا مستهلك كراكه، لان الزغار الله يعلم ايش قد يعني، بس افضل طريقة هي هاي القاشطة مال بالنشاية تنباع وتربطها بخشبة، تخليها على يدتها بكيفكم. بعد انا عندي ثلاثة هيك تقريبا، هذا بس ما هاي، مجرد تقلب التربة بهذا الشكل. يعني هو هذا الرماد يعني هو جاي من خشب، مو تخلون مالنا راقيل وهذا، لان هو جاي من خشب اصلا، يعني اشياء طبيعيه، وانا حاير بيه وين اوديه. فهذا يبقى بالمنقله شويه، نسبه الحرق يصير مو هي. فكل ما نشعل نار انا اخلي هذا الرماد هنا، يعني مو بانتظام هيك. هسه نجي بايدي، باعه انا احب هاي الحركه، باعوها. هسه نجي بايدي اعدل التربه، كلش احب هاي اللمسات مال التربه. ما شلون صارت؟ هسه هذا نموذج صغير، يعني هاي قطعة من هنا على مود التصوير اشوفكم وياه، والله الباقي بعدنا ما نسوي. يعني هاي الحديقة اللي خارجية باعوها، يعني هسه لو نجي نقيسها منها شبرين تقريبا، هي شبرين، لان في تما عندي بس ما جوا ايدي. يعني هاي مساحة بالخارج سويتها، وبنيتها بطابوق حوض كامل، يعني هذا طوله تقريبا 5.5 هيجي 6 امتار تقريبا، وهذا عرضها من هنا لهنا باعه. هاي المسافة يعني تقريبا 50 سنتيم هيجي تقريبا، 60 سنتيم هيجي، وطابوق وعليتها، واي شجرة تقدر تزرع بها، لان هذا الشجر بعدين بالجذور تمتد افق، تقوم بالجوانب خاصة للي عندهم اسطح، للاخوة اللي عندهم يسوون محميات بالسطح. سويها مثل هاي، مثل هاي المسافة، تبنيها بطابوق بالجوانب، وتخلي التربة بتموس كلش خفيفة. هسه انا هاي عندي باعه، هاي العنكبوتة باعه بتموس، كله بتموس. هذا تربة خفيفة، ريشة، فلا تخاف على السطح، وهذا تقول عليه تخاف يصير عليه ثقل ويصير عليه رطوبة، لا، سوي بنايلون غلفها، وبعدها بيتموس، بس هو البيتموس غالي انا اقول لك يعني.
واخبطوا يا رمل، اخبطوا يا جميج نهر هذا حتى يكون خفيف على السطح. طبعا هاي بالليل ما عندي شيء، قلت خلنا اشتغل اكواخ. من تشتغل اكواخ تطلع لك شغله صفح، لازم يعني لازم هاي تطلع لك شغله صفح. لازم اسوي طبلة اول شيء او ميز اشتغل عليه، لان هذا الميز مال المنشات تعبان، فخلنا اسوي الميز وارجع لكم. هاي 60 65 كافي، 65 كافي. انجر خط ونكمل القص. هاي قصينا هسه على هاي الجيجارة، ما يقبلون تطلع. قصينا على شقد؟ على 65 سنتيمتر. هاي الارجل الاربعة وهاي الفضلات الراحن راح نسويهن بعدين غير شكل. خلينا نكمل الجوانب ونرجع لكم. هاي كملت الفصال هسه. طبعا انا ما اشتغل فصال، بس شنو اشتغل اول بول، بس هالمرة قلت خلي اكمل فصال، يلا طلعت ارتب ان شاء الله. يعني واحد يفصل قبل لا يشتغل افضل. هذن الجوانب قصيناها، طبعا سكيبة وحدة، هاي سكيبة وحدة وانا قاص منها هواية طبعا للحركة. هاي اربعة على 50، وهنا هم اربعة على 65، وذن الدنق، ذن الدنق مال الميز مال الطبلة ان شاء الله. هاي للشغل يعني، لا تشوفون الخشب مال سكيبات، وهاي للشغل يعني اخليها بالمحمية ارتب عليها خشبات، يعني مثلا دق الكوخ دق كذا فاشتغل عليها، وهي تفيد يعني مفيدة ومجانية يعني، واحد امي لها روحه وام. خليكم خلي اكملها واجيكم بعدين. نغير نجارة شلون باع هذا كامل، ميز كامل، هذا عوزه بس الوجه مالته منا نغطيه حتى يصير هذا بعد ندخله بالمحمية نشتغل عليه نرتب كواخه ما اعرف شنو احسن ما بالقاع. باعوا نص سكيبه نص كله براغي، البرغي افضل لان احنا اول تالي بالمستقبل نفتح. هاي بالله عاده براغي افضل. هسه نقول يا الله نبدي. هاي 25، هاي قصينا اذن الخشب على 25 وش قد والله 25 ونص تقريبا، هاي الوحدة 25 ونص، قصيت هواي من يمين وهسه راح نبدي نربطهن. هسه انا مبدئيا سوي الذن، باعوا هذن اثنين وحدة قبال الثانية. طبعا جاي اسوي كواخد الملكي للفنجيز كله يشتغل هو، بس بقى للجملون، الجملون بعدين راح تشوفون شلون يصير شكله. هاي كله بسامير، لان ليش مو برغي؟ انا احب البراغي. ليش مو برغي؟ لان هذا الخشب ضعيف يعني ما يتحمل برغي وهذا، فسويته بسمار افضل. هو هذا شغله مو يعني مو شغل دائم يعني، بعد ما افتحها يعني ليش افتحها بسمار هذا؟ لان والله لو هو يتحمل كان سويته ببرغي، بس ما يتحمل. شنو اللي وقفني هسه؟ وقفني ذن السلات، هاي بالحاجة بألف أشكال أنواعي يبيعوها. هسا أنا راح أسوي من ذني هذا نموذج وهذا نموذج ثاني، بس هذا أقوى، بس شنو كبير حجمه كبير شوية. راح تبدي اللعبة وورا اللعبة إن شاء الله أشوفكم شلون أسوي ذني، شلون أسوي الجملون وكله، وإن شاء الله نغلفه كامل يعني. خلي نعلق ذول هنا خطية يعني، خلي يضربهم الهواء اليوم ما دام الجو مشمس يعني. الجو اليوم كلش حلو زين، فعلقناهم هنا هسه ذولا. هذا الفحل طبعا متعلم على المحمية واموره طيبة، بس النفية شوية لان جديدة، فما اريد اطلعها هنا، اطلعها بس بالايام الجو مشمس بيها هذا، حتى شوية ضب الهواء تتعلم يعني. ان شاء الله بعد اجيب هذا البلبل، ما خلانا ادخلهم جوا، ما اقب بالباب وخاف يطلع. خلي نشوف اللعبة و وبكت الله يعني. يلا عيني ما دام اليوم شمس خليتها مي. هاي الطاسة هم يسبحون بيها وهم يشربون بيها مي. هذا التراب كل شي ما عليه، شوفوا هذا يبقى طين ببطنه كل شي ما عليهم.
مو تقول هم عندهم يعني يصير رمل وحص، لا والله اصلا من الطبيعه يشربون. هذا مو صاخه، هذا تراب، هذا شو اسمه طين وتراب، ماكو مشكله، اهم شيء فوق صافي متاهب حتى يشيتون يسبحون. شتاء صيف ماكم علاقه بالموضوع. هذا هم يريد يسبح. اليوم جو لطيف وشمس، فبدأوا يطلعون ذول اليوم يلعبون هنا. طلعتهم هسا أكل هنا. هاي النفية باعوا، هاي النفية طالع ما شاء الله، باع ذول المخاليف. هذا واحد، أنا بس كون صبعي يجي عدل، هذا واحد راح يمشي هناك وهذا واحد هنا. دولة مخاليف من ياعش طالعين يمكن من هذا اللي هنا، ما ادري هسه هاي هم جواها فراخ يمكن، يمكن والله ما اعرف بعد جواها لا، بس هي نايمة صار فترة. تعرفون اخوان انا ما اقلب اعشاش وهذا افحص وهذا، هاي السوالف كلها ما اسويها، مو عجز مني بس هاي مضايقة للطيور يعني. احنا ما عندنا خانات حتى نفحص وهذا، هاي بالطبيعة بالمحمية. دخل بيهم يعني من اشوف اكو مشكله، اكو عش مايل، بمناسبه العش المايل هذا باعه، هذا العش قباله كلش، هذا نايمه هسه انا جاي اشوفها نايمه بيه، بس شنو مايل فتحه ما تلي جوا. هذا ممكن احنا نتدخل يعني نرفع هيجي قوسه. وعشان شيتوا على المي المفروض اخلي بهم صينيه، بس هم ما عندهم مشكله بي حتى بهذا يسبحون هم، لان هاي مو ذاك الغمق يعني. تقولون شتاء وما يصير يسبحون، حتى بالمطر هم يجون جوا المطر يسبحون بالمطر، فماكو مشكله يعني، لان هاي الطيور متعلمه على البريه يعني، الجو خارجي ووضع طبيعي جدا يعني. هو اليوم شمس بس هنا بالداخل ماكو شمس، اكو شمس مغربلة، بس انا ما تناسبني هاي الشمس المغربلة بالشتاء نهائيا، اريدها كاملة مباشرة يعني. معقولة اذا المخالف يجين هنا ولا غزوج؟ هذا واحد باع رافع بيله وهذا واحد نايم هنا، خله زوم عليهم. نعيما، شوف هذا يسبح يجي هنا ينشف. كلها تسبح، بلبل، فنجيز، كنارة بالأصوات كلها تسبح. اليوم ما شفت الكنارة، وين شو ماكو، فاقدة والله الكنارة بالأصوات البوم، بس لا عوج راسه. خلي دوره واجيكم اخوان. طبعا كلش اسف، هذا اسفين يعني. شوف هذا ما اريد اضايقه، باعوا النايم الحباب باعوا. هذا هم ما في شيء، والله البيضات فيه هذا. بيضات بيه بس مكانه مو زين، هذا مكانه زين. هذا الكنارة هم زين شفته فوق، هاي ما ادري بيه. هذا البوم هاي تقدر تنشي فوق، هاي ما تزعج، كانوا يسبحون هنا ما شاء الله كلها تنشف، كلها سبحت.
هاي البلاول شوفوا باعوا باع البلاول وجواهم نايم الملكي بالعشب والسلة الجديد. تعايش سلمي فول، بس دول البلاول ما لهم أمان، ما بيهم أمان على ياسا على يدرون. بس هو هسه موسمهم بعد ما جاء، يعني بدأت العالم تجهز للموسم البلاول. هم يبدون من الثالث، من نص الثاني ممكن يبدون، فاللي يرغب يجهز خلي يجهز خانات. والخانات مثل ما السنجاب شايفيها قياساتها كلش ممتازة، يعني متر وشوية. أنا مسويها النزال متر، الارتفاع مترين. تخلون بيه عشين وياريت الأرضية تراب يكون أفضل. يعني هسه بدت العالم تجهز للبلاول، فأنا بعدني هسه بعد أيام، يعني فد أسبوعين هيك بعد أبدي أعزلهم بالخانة، ما أخليهم السنة، ما أخليهم بالمحمية. ليش؟ لأن أذيتهم أكثر من اللازم. سنة انشلبوا علي في النوم، يعني العام شفتوهم، يعني موسم كامل راح من يمي ولا بلبل حصله ولا ريشه اصلا. ليش؟ لان النفيه ماتت، وبين ما جبت هاي النفيه جبت اثنين، طلعت وحده فحل وهاي بقت نفيه، واحد مات قتل البلبل هذا، وبقت هاي بين ما جهزت بين ما هذا طار الموسم كله. يعني ما اريد نطول ان شاء الله، لان الخانات او مو الخانات الاعشاش جاي اشتغل بيهن، خلوهن على الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفونه كامل وشلون رتبه حتى شلون نعلقه زين. هاي نهاية الفيديو، تحياتي للجميع.